يا جماعة لزوم بات ليلة ثانية هان. ليلة ثانية؟ اي بالله، اجل سببين. الاول عبله بعدها تعبانة، وان شاء الله من الحين لباكر تكون احسن. والثاني؟ هذه طريق قوافل، وجوز من الحين لباكر تمر قافلة تاخذنا معها. وشلون نتوكد؟ هذه خلها علي، انا اتصرف. أول ما نبدأ بولايكم خلق أول كوتاليكم ها حول به يا حول يا حول يا حول نرد فرض الخمسة بدايكم مربع الصبع وبهمي ها حول به يا حول يا حول يا حول
مبارك يا شيخ، تهنى ان شاء الله. الله يبارك فيك ابو عناد. مبارك يا شيخ، الله يبارك فيك. بيت الرفعان يمحي بالمقبلات. الله يبارك فيك يا رفيفان. هان يما، هان هلا. وش صوت البديره يما؟ يقولون الشيخ وده يتجوز لاجل ينسى الناس الحزن، لاجل هيك استعجل بجيزته وسوى السامره اللي تسمعه. والشيخ يريد ينسى خويه؟ يريد ينسى ابوي؟ يا بنيتي الايام لزوم تمشي، والحزن عمره ما يرجع اللي راح. هلا برجال، يا هلا برجال، يا هلا. حط عندك يا رفيفان، حط عندك. يلا يا حط عندك. حط حط عندك. 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 وزع الصحون. وزع الصحون. وزع. عندك. تفضلوا يا رجال على غداكم، تفضلوا تفضلوا. علينك ما قصرت يا مشاري، بارك الله فيك. عزيز وغالي يا شيخ. حياك الله. تفضل يا مشاري، تفضل شارك. لا بالله ما يصير، انا وانت واحد، احنا ما عزيز. اظل واقف معك الحين تموت عند عروسك. بارك الله فيك. علينك رجل وفي. تكفى يا شيخ، تكفى.
هذا عود الفها. هيا يلا عود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشت. آتي اشربي يمه. لله بعدت يمه بعدت. اشربي اشربي انت مريضة. وش العلوم؟ هانت يا سلمان هانت. اذا وصلنا القافلة هانت بإذن الله. وين القافلة الحين؟ الحين يشربوا من الواحة وهم طريقهم للإعجاز. يما تقدري تمشي انت وعبلة؟ اي بالله اقدر. وانت يا عبلة؟ بإذن الله اقدر. زين نجهز حالنا للمسير. زين يا الله. لا 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 يا ميمتي قومي قومي. زين الحين يا عربنا وده قود العروس الباب بيتها. لا يا رفيفان انا اللي قود الجمل والعروس. ليه ليه انت يعني هو شيخك من حالك؟ هو شيخ العرب كلها. هو والحرمه حرمه شيخ العرب كلها مو حرمه شيخك لحالك. صحيح هو شيخنا للجميع بس انا اللي قود. لا هي انا اللي قود. قلت لك انا اللي قود. انا اكبر منك بس وانت مش مع الرجال. انت مش زي جاين قودون لكن ازعل مظل بالعرس كله. لح لح يا رفيفان العرس بدونك ما يسوى شيء. زين نقودها سوا. قلت لك انا اللي قلت توكل. اقول نقودها سوا. خلاص يا رجل خلاص مشينا يا رجال. Yeah.
تفضل اهلا برجان يا اهلا برجان تفضل بالمبارك بالمبارك يا شيخ الله يبارك فيك الله يبارك فيك مبروك يا شيخ الله يبارك فيك الله يجعله مبروك الله يعمرك ويبارك فيك يا رب هلا قدم انا راح اجن راح افقد عقلي عليا تزوج الشيخ رثعان نصيبها يا ولدي لله ما يصير ما يصير اهدى يا ولدي اهدى اللي صار صار وحنا نزوم نبارك لهم لله مبارك مبارك ليه لانه العقل يبا العقل المقدر ما منه مودر أو سلمان أتمنى من كل قلبي تكون مرتاح بقبرك الجديد إن كان بي نقطة دم بوجهك تستحي على دمك اسقيني شرويت ماء لا 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 ماء ولا زعل أريدك تعذب أنا أحب أشوف الخوف بعيونك اي قريب يلفي ولدك سلمان الفارس المقدام العاشق الولهان يلفي لجل يتفقدك وانا انظر اللحظة هذه لجل اذبحه قدام عيونك وانت فرج دم أخوي عبد ما يروح هدر خلك تذوق طعم الذل والمهانة تخسى يا الجبال تخسى عودة عونك استرخصت من شيخ القافلة لأجل نرافقهم؟ لا ما استرخصت زين تريح وهاي وانا اروح استرخص منه
تعال يا خير. على هونج على هونج. خلي البارودة معك. عمهنج عمهنج عمهنج. مكانة لا تقترب. ايش ودك؟ اريد اشوف شيخ القافلة. وش ودك بيه؟ هذه سالفة طويلة. معي امي واختي وخوي لي، تركتهم قريب من هان لجل نلتحق بالقافلة. قطعين الطرق كثرانينها اليومين، وخاف يكون وراك سالفة. يا رجل والله ومحمد رسول الله ما وراي سالفة. اختي مريضة وامي ضعيفة، تهنا بالصحراء ودنا نلتحق بالقافلة. هذه كلها السالفة. معك سلاح؟ مثل ما انت شايف. مو هو معي، تركته مع خوي. انزل عن حصانك وخلنا نشوف الشيخ. زيلت عيون اللي ما ضرج. قولي لي وين راحت المزيونة؟ ما تدري وين راحت. يا ام سلمان، يا ام سلمان. إيه؟ ايه هلا يا عودة. السلام عليكم. هذا زاد من شيخ القافلة، ربنا ييسر كلنا بها العافية. تسلم يمينك. خذ يا بنيتي. عودة سلمان أخويا. لا تخافي على سلمان، المهم أنت شلون صرتش عليه؟ الحمد لله، مو ناقصني إلا شفت أبوي. عمك وسلمان لا تخافي عليه، يلحقنا بعون الله. كلن كلن. علامك قاعد بروحك كايس وحزين. أنا حزين يا عفاش، لأني للحين ما خذيت بثار عمي. حزنك يروح يوم تقعد مكان عمك أبو وطفة يم الشيخ.
وش تقصد؟ قل لي ليه حرقت بيت ابو سلمان؟ انا ما حرقت البيت. ايه انت عندك كل اسباب لاجل تحرقه، لاجل تخلص من سلمان عدوك. قلت لك يا عفاش انا ما حرقت شيء. ليه ما تكون انت اللي حرقت البيت؟ ليه احرق البيت؟ انا ما عندي اي سبب لاجل احرقه. الشيخ رثعان وعدني يزوجني وطفة، وسلمان وابو سلمان ما لهم دخل بالسالفة. وطفة بعيدة عن شواربك. انا يسندني الشيخ رثعان، شيخ وله كلمته. وطفة بعد على كلمتها. يما أمي وين؟ ما أدري. وطفة ودي أسألك ورجعت تجاوبيني، أنت تظنين إن أنا اللي حرقت بيتها بسلمان؟ لا أنت ما تسويها. الحمد لله. ليه تسأل؟ عفاش يقول جوز أنا اللي حرقت البيت لأجل أنتقم منهم. هذا عفاش ما يريد غير الفتنة بين العرب. وطفة أنت تريديه؟ وش؟ أنا موت قبل أفكر إني أخذها. السلام عليكم. عليك السلام يما. أنا ما قلت لك لا تتركين وطفة بروحها، وأنت يا وطفة ما تتركين البيت أبد، ما ودي أحد يعرف أنت وين. رحت فقدت بيت أبو سلمان. فقدتيه؟ إيه، وما لقيت أثر لأي جثة بين الرماد. صحيح يا عمّة؟ صحيح يا بنيتي. كنت حاسة إن ما صبته من نيران. أنت ليه ما تفقدته يا ولادي؟ يوم ما كان أحد قادر يدخل الشقة. النار بشي المكان، لكن يوم خمدت النار تفقدته وظنيت إنهم احترقوا مع الاحتراق. ما ظنيت، وكاد إنهم انهزموا قبل لا يحترق البيت. وكاد هالشي انهزموا لأن دمهم مهدور، لكن اللي أريد أعرفه وين انهزموا. تدري يا عمّة، هالحين صار بقلبي شوية أمل بعد ما عدتهم وصار مثل الليل. دلل يا راعي الخربوش، دلل يا البعد عيني، الحب ما ينشرف. وين راحت نعجة؟ شقت الأرض وبلعتها. هذه تغلبني دائما، دوم تتشرد وتذبحها وأكلها وأشوف شلون تشرد ببطنها.
في دلل يا راعي الخربوش شفاه في دلل شفاه. اسمع اسمع صوت في دلل يا يا رفيفان رفيفان يا ولد يا رفيفان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسمع صوته وما ما أشوف أحد وكاد عفريت. رفيفان إيه يا عفريت يا ما تاكلني كل نعجة مبارك عليك أنا رفيفان يا ولد. والله صوت ابو سلمان. مخبول انت يا رفيفان. ابو سلمان مات وشبع موت. انا اسمع الميتين وكاد انا متت. شلون انا متت؟ رفيفان يا ولد رد علي رفيفان. ابو سلمان انت وين انت وين؟ تعال يا ولد تعال يا ولد. أبو سلمان من تمت يا أبو سلمان وش تساوي هان؟ طلعني يا ولدي طلعني بساح. شلون أطلعك يا عم؟ ما أقدر أطلعك أنا ما شلون والله أظل بالحفر. زين يا رفيفان أريد ما يا عم الماء ما يشفي الحروق ما يشفيها. يا ولد ما أريد الماء للحروق أريد أشرب ريق ناشف. زين اجيب لك ما وفز على العرب اخبر. لا 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 يا رفيفان ما تعلم احد بالعرب ما تعلم احد. واريد بعد تدبر لي شويه عسل. تريد تشرب عسل؟ العسل ما يروي يا ولد. ما اريد العسل للشرب اريد للحرق يشفى بساح. هي اسمعني يا عمي الحرق نجيب البطاطا نحطها على النار ونهرسها زين وبعد ما نهرسها نحط على الحرق وطيب باذن الله يطيب. يا ولد هالعسل مجرب يا عمي. عسل من وين اجيب عسل الحين؟ من وين؟ الحين جيب لي ما اشرب ابي الريقي وبعدين دبر العسل. زين الحين لكن قل لي انت شلون وقعت بالحفره؟ يا كبرها هيك وما شفتها. عفاش النذل هو اللي رماني بيها. عفاش شريك خربوشي. والله ما يضل بالخربوش ولا نذبح. لا 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 ما تعلم عفاش. تراك ما انت قده يذبحك يا رفيفان. اي والله يساويها والله. زين ودي اسالك قرات يا ام سلمان وولدها قرابتها ثاني سلمان وطرف القرابة عودة انحرقوا بالبيت؟ ما أدري يا ولد ما أدري. الحين جيب لي الماء أريد أشرب نشف ريقي بساع. زين الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. عليك السلام. هلا عفاش هلا. اسمح لي أحب رأسك يا عمي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. تفضل. عشت صابر. عشت أخوي. تعشني. قهوة تجويت. اي والله. اقول يا شيخ رثعان انا فكرت بالموضوع واظن اني مستعد اتزوج من وطفة. الحين لهذا الوقت الصعب؟ ليه لا يا شيخ؟ اتزوج مثلك بعدين يجوز زواجي منها يخفف عنها موت ابوها الله يرحمه. البنت الحين وحيدة وما يصير بنت تعيش بروحها بالبيت. وطفة ما ينخاف عليها تراها اخت رجال وديرتنا والحمد لله امان. ونشهد
مير عاد وطفة مسمية على اسمي برضا أبوها الله يرحمه وبرضاك يا شيخنا. ما انسى هالشي، حين أشوف البنية أحكي معها. يا شيخ رثعان أنت الحين ميشان أبوها، كان سلمان واقف بطريقي أخذه وراح الله يرحمه. ما ظنيت إن سلمان وأبوه انحرقوا. ليه ما ظنيت؟ قلبي يقول إن أبو سلمان وكل عيلته ارحلوا قبل يصير الحريق. وش دراك؟ رحت بروحي وتفقدت مكان الحريق وما في أثر للجثة. وين يكونوا راحوا يا شيخنا؟ هذه ما أدري عنها، ما حد علمني وين راحوا. صار دمه مهدور، صار دموي اسموي. ما ظن أبوه يخليه بالديرة خوفا عليه وعلى أهله، لكن ما أدري من هو اللي سمع بقرار طرد رجال لرجال وراح وحرق بيتهم. الله يا شيخ، أي واحد بالديرة له الحق إنه يهدر دمهم يحرق بيتهم. ما كنت أحب تصل الأمور للحد اللي وصلت له، ولأن أنا بعد كنت أحب هالشيء. غير عاد اللي صار صار. أنا ترى بأمرك يا شيخ مير، أتمنى أنك تنفذ وعدك لي زواجي من وطفة. إن شاء الله عفاش، إن شاء الله وطفة تكون على اسمك بسنة الله ورسوله. أنت اترك هذا الأمر لي. أنت كبيرنا يا شيخ ونحترم رأيك، تسمح لي أصب لك قهوة بنفسي؟ تفضل يا صابر. هات لي قهوة. إيه بارك الله بك. عشت عفاش. سلمان اشرب اشرب ساعة. الحمد لله. اشرب يلا ساعة اشرب. يا ولد شلون اشرب هيك؟ ناولني اياها. يا عم شلون انا ولك اياها؟ والله قاعد عندك بالحفرة، وحينها مين يجيب لنا الماء؟ ارميها يا رفيفان ارميها. زين لله يا عمي، خلص جاتك هدية ما من وراها يا ولد. خذ بعدين عفاش يعرف يذبحك. لا عاد ارميها. وين العسل؟ وين العسل؟ يا عم علامك انت، شلون اجيب العسل والماء سوا؟ ما اقدر اجيب اثنتين سوا. الحين جبت لك الماء والعسل الحين ثاني. زين يا فيفان، روح دبر عسل وجيبه. زين تدري انا قلت لقرابتي ام سلمان لا تاخذيه، يقع بشبر مي، والحين هرعك وقعت بحفره يا شبره. امشي يا فيفان. زين امشي. بيلا يا وطفة، رايت البيت يا الغنمين يا وطفة يا الربع. هلا ما هذه
ميان تدلل يا راعي الخربوش.